دايما كلام الكوره بيبقى حلو، يعني مفيش حاجه زي ما دايما بالجمله اللي بقولها، مفيش احلى من كلام في الكوره. ويمكن الكلام هيفضل من هنا لحد مارس، هيبقى حوالين منتخبنا الوطني وكيف يخوض مباراته امام السنغال ذهابا وعوده. والحقيقه اللي بشوفه من وجهه نظري، ممكن تتفق معايا تختلف معايا مفيش مشكله، بس اللي بشوفه انه احنا كلنا محتاجين نفضل ورا الجمله بتاعت كلنا ورا منتخب مصر. وده مش من فراغ، ده لأسباب فنية احنا شفناها، ولأسباب ليها علاقة بانك لو حتى جبت الإحصائيات وشفت، طيب احنا صعدنا كاس العالم مع كوبر، احنا خلينا نقسم كده الأوقات اللي احنا كان لينا فيها هوية. امتى كان عندك هوية؟ كان في الفترة بتاعت الكابتن حسن شحاتة في الجيل الذهبي 2006 2008 2010، فكان عندك هوية، هوية الغالب عليها الهوية الهجومية بطريقة اللعب اللي بنعتمد عليها. فثلاث مرات أبطال إفريقيا، ثم غبنا عن القارة تماما لسبع سنوات، وبعدين نعود بهوية جديدة هي هوية هكتور كوبر. هذه الهوية هي التي كفلت لنا الوصول إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2017. ثم من بعدها ربنا كرمنا ورحنا وصعدنا كاس العالم بعد غياب فترة كبيرة جدا. فكان الطبيعي ان احنا نتحسن في الهوية، لان لما مشينا كوبر كانت الرغبة ان احنا عندنا هوية هجومية اكتر. من بعديها عشان نبقى منصفين، ما حصلش منتخب مصر انت شفت له الملامح، يعني كلها حاجات متفركشة، نسخ لم تكتمل، ملامح لم تكتمل. الفترة اللي فاتت انت بقى ليك شخصية وهوية كبرت وتجمعت مع هكتور، من هكتور كوبر كبرت وتجمعت دلوقتي بشكل تاني مختلف مع كارلوس كيروش ومع مجموعة اللاعبين. فلما تيجي تعمل مقارنة كده حتى كمان على الفترة ما بين كوبر وما بين كيروش، على أساس أنه الاتنين دول اللي ليهم هوية، هتلاقي فعلا أنه منتخب مصر في حالة تحسن كبير. وحتى وإن لم تقارن هذه الفترة بتلك، فهيبقى عندك الانطباع أنه بقى فيه روح، فيه روح بقت موجودة، وفي عزيمه، وفي لعبة بتموت نفسها شبه اللي كانت موجوده في فتره هكتور كوبر. يعني لما نيجي نقسمهم كده يعني الى مراحل، كان فيه هويه لمنتخب مصر، لقى هويه وقت كابتن حسن شحاته، وقت هكتور كوبر، وقت كارلوس كيروش. ولذلك هنا بقول لك لازم نتجمع في الحته دي، لازم نشتغل في الحته دي، لازم نركز قوي في الحته دي، لازم نكبر ونزود في منتخبنا. وبجيبها لك بصراحه، وكانت الفكرة من أول يوم قلت لكم فيها هنا كلنا ورا منتخب مصر، قلت لكم الغيرة هي اللي حركتني. الغيرة، الغيرة على منتخب بلدي اللي سمحنا لناس كتير تتجاوز في حقه. الغيرة على منتخب بلدي اللي شفت منتخبات بتغادر بطولات وتخرج من الدور الأول، ورغم كده إعلامها بيتكلم عنها بشيء كبير من الفخر. وضربت لكم مثل بالمنتخب الجزائري، طبعا الكل عارف موقفي من منتخب الجزائر وكم أقدره وأحترمه على صعيد هذا المنتخب وعلى صعيد أصلا الشعب الجزائري. الكل يعلم مدى الحب، يعني حب صادق. ولذلك لما تشوف الناس تتعامل مع منتخب بلدهم، هو خرج من الدور الأول بهذا الشكل، لا ما كانش ينفع أن احنا ما يبقاش لينا دور كإعلام مع منتخب بلدنا. وبفضل الله كان دور الحمد لله اللي وفقنا فيه بفضل من الله وبدعم من حضراتكم عشان نبقى في ظهر منتخبنا الوطني. وبشوف انه جزء كبير من الحفاظ على الهوية ديت هي دعم المنتخب. الجزء اللي انتوا هتشوفوه في الاحصائيات في الانفوجراف اللي جاي ده هو جزء تمثيلي يدي لك انطباع ان احنا ماشيين على الخط، احنا في التراك، فحنوصل ان شاء الله باذن الله، بس لازم نحافظ على بعض ونثق في بعض الى حد كبير، ونعالج عيوبنا ونعالج اخطائنا، نشتغل على التحولات الهجوميه، كل ده مطلوب عشان ان شاء الله باذن الله يكون لينا مكان في كاس العالم. تعال نشوف مع بعض.